وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس احمد عبد الله مدير الاعمال الزراعيه بشركه فالكون كوميكس البرازيل. دلوقتي احنا هنتكلم عن الذهب الاسود زي ما بيسموه هنا في البرازيل، الفلفل فخر الانتاج واكتر حاجه الولايه دي مشهوره بيها والبرازيل مشهوره بيها دي الحبوب بتاعه الفلفل. وبعد كده هندخل بقى المصنع اللي قدامي هنا، ده مصنع بتاع تجهيز الفلفل للتصدير، في بقى كل مراحل الانتاج من اول بقى الفرط الحبوب لحد ما نوصل بقى للتعبئة النهائية والكونتينر يجي يتشحن ويتوكل على الله بقى للبلد، ايه للجهة النهائية اللي المفروض هيوصل لها ان شاء الله بسلام الله. تعالوا نشوف اولا نبات الفلفل الاسود في حالته الطبيعية على الشجرة بيكون عامل ازاي. احنا دلوقتي قدام شجرة فلفل، الحبوب بتاعها نضجت زي ما انتم شايفين، اللون الاحمر، حتى في حاجات وصلت ان هي جفت خلاص، فده جاهز للجفاف. وبنبدأ بعد كده ده نقدر نجمعه يطفى نفرطه يعني من العود بتاعه، ونبدأ نحطه في الايه في السيكادور او طرق التجفيف يعني اللي صاحب المزرعة حابب ان هو يتبعها. زي ما احنا شايفين هنا الحبوب يعني ما شاء الله الجودة عالية، والمقاس الحباية محترم، مقاس كبير، تعمل وزن وتعمل كثافة كويسة، اعتقد تعدي ال 560، ممكن توصل ل 570 و580 كمان ويمكن اكتر. اول مراحل التجهيز بقى للتصدير بالنسبة للفلفل الاسود هي مرحلة التجميع من المنتجين. شركة فالكون كوميكس في البرازيل بتفتخر بأنها من الشركات اللي بتختار دايما التعامل مع منتجين زراعيين مستوفيين لمعايير الجودة ونظافة المنتج بعد زيارة للمزرعة وتقييمها كويس جدا، بحيث يتم اختيار فلفل احنا نبقى عارفين ان كثافته ورطوبته هتبقى قريبة قدر الامكان من المعايير اللازمة لجودة التصدير، وبعد كده نبدأ نجهزها. دلوقتي احنا في مزرعة عند المنتج، ودي عملية التحميل، نحمل هنا من عند المنتج اهو في العربية عشان تروح بقى تبدأ الإجراءات بقى عمليات التنظيف والفرز وقياس الكثافة والرطوبة ونسبة الشوائب والكلام ده كله. احنا النهارده دلوقتي موجودين في مخزن احد المنتجين للفلفل الاسود، وهو عنده هنا عملية التجفيف اللي اسمه سيكادور. سيكادور ده بالبرتغالية اللي هو المجفف. المجفف ده اللي هو المسؤول عن عملية نزول الرطوبة. الفلفل اول ما بينزل بعد التقاطه وجمعه من على الشجر بتبقى نسبة الرطوبة بتاعته عالية شوية، ممكن توصل ل 15-16%، فبيتحط في المجفف ده علشان يوصل لحد ما يوصل للرطوبة المثالية اللي هي 13%. العملية دي كمان بتبقى مفيدة ان يحصل قتل للسالمونيلا، يعني دي وقاية من السالمونيلا. يعني لو الفلفل فيه سالمونيلا لو اتحط على الأرض ووصلت له سالمونيلا، فلو اتحط في السيكادور فكده خلاص احنا اطمننا بنسبة 100% ان مش هيبقى في الفلفل ده سالمونيلا. خلاص في شريطين في الشغل بتاع السيكادور. الطريقة الأولانية وهي النار المباشرة، يبقى في نار مباشرة مسلطة عليه زي ده بيبقى الفرن بتاع النار ويبقى في نار عليه، وفي نوع تاني من المجففات بيبقى بنار غير مباشرة بس بتاخد مدة أطول. بعد كده بيتم عملية التنظيف بعد ما بيطلع الفلفل من المجفف، بيبقى في عملية التنظيف المبدئي أو زي ما بيسموها في البرتغالية كده البريلين بيز اللي هو قبل التنظيف أو البري كليننج. بيحط الشوائل عشان ينقيه من الشوائب بقى، بيقلل نسبة الشوائب
ويبقى الشوائب اللي هي طالعه بقى بتبقى اللي هي اللي زي كده الاغصان فلفل صغير جدا اللي زي ما بتقال ايه الدست او اللي هو الغبار بتاع الفلفل بينزل منه. في منتجين بيبقى عندهم في الأماكن بتاعتهم في المزارع يعني بتاعتهم مجففات ومكان تنظيف مبدئي، لكن في بعض صغار المنتجين ما بيقدروش يوفروا الإمكانيات دي، فبنستلم منهم الفلفل في حالته الطبيعية وبنبدأ في المصنع إن احنا نعمل بقى التجهيز بتاعه من البداية خالص، بداية من الفرط بتاع الفلفل في المكنة بتاعة الفرط بتاعة الفلفل وتجفيفه وفرزه. بتتاخد بعدها عينات الفلفل اللي وصل من عند المنتجين لتحليله في المعمل وقياس نسبة الرطوبة والكثافة. زي ما احنا شايفين هنبتدي الأول بالتحليل بتاع الكثافة، بنبدأ نحط الفلفل في الجهاز بتاع قياس الكثافة ده، بينزل الفلفل في القمع اللي فوق، وبعد كده بنبدأ نعمل نفتح الفتحة دي ينزل الفلفل بيملى الجزء المعدني اللي تحت اللي هو عبارة عن 1 لتر بالظبط، بحيث نقيس عملية الكثافة بدقة. كده عندنا 1 لتر بالظبط. طبعا الميزان القايس اهو كثافة 587، طبعا دي كده أستة جودة ممتازة 587، وبيبقى هو حاسب على الميزان الوزن بتاع العينة لوحدها. بعد كده بنيجي للمرحلة التانية اللي هي مرحلة قياس الرطوبة، ودي عن طريق جهاز تاني اللي هو الجهاز ده جهاز قياس نسبة الرطوبة، بيبدأ يحط كمية معينة الجهاز بيستقبلها، لازم يوصل لنسبة 100% من الجهاز ما يقول، بعدها يبدأ يحط في الجهاز كمية العينة، هنا بيقول لنا انتظر مكتوب بالبرتغالي 12.7%، طبعا أحسن حاجة إن احنا نوصل تحت 13%، هي دي النسبة المقبولة للرطوبة. دلوقتي دي عملية تحميل من عند برضو منتج تاني لكياس 50 كيلو كثافة 580، الرطوبة 13% مظبوطة، عملية بتسهل أوي التحميل، فكرة الرفعة دي مكان نموذجي يعني لمنتج عارف هو بيعمل ايه وبيشتغل ازاي يعني. بعد التحميل لازم نغطي المقطورة بالمشمع ده عشان لو في مطر ولا حاجة في الطريق، برازيل مشهورة بالأمطار الغزيرة يعني فممكن تمطر، فعشان بس الفلفل ما ياخدش رطوبة فلازم ايه يبقى في مشمع يقفل على الفلفل في الطريق. كده الفلفل اهو متحمل وماشي في الطريق لحد ما يوصل المكان بقى بتاع التنظيف النهائي والتعبئة. الخط ده بيقدر يعمل كميات اكتر لان هو بيعتمد على البرمات وشفط الهواء، عاملين نظام كامل بحيث ان انت بترمي الفلفل في حفرة معينة ويبدأ بقى ايه البرمات تشتغل تسحب وتوزع شوية على السكادور، بعد السكادور بيتسحب من السكادور ويبدأ ينزل على المكنة دي اللي هي زي البريلين بيزا اللي هو التنظيف الابتدائي، المكنة أطول شوية. وطبعا كل ما طولت المسافات بتاعة التنظيف والفرز كل ما كان يطلع جودة أحسن، تاخده بريمة تانية وتطلع بيه تدخله على المرحلة التانية المكنة التانية تنظيف برضو تاني، يعني المكنة التانية تنظيف تاني تنظيف متطور أكتر بحيث تقلل نسبة الشوائب على قد ما نقدر.
يحط هنا بقى في المستودع ده، بالشكل ده هنا. وبرضو الحفرة دي بياخد من الحفرة ديت طريق برضو ايه البرومات، يحط في المكان الاخير برمال اقوى، بيشيل بقى الشوائب بشكل يعني افضل. هنا ده الناتج نهائي. دلوقتي احنا بنعمل مرحلة جديدة بعد ما خلصنا بقى عملية الفرز والتجفيف والتنظيف والوصول للمواصفات اللي العميل طالبها. بدأنا دلوقتي في عملية التعبئة. عملية التعبئة احنا بنحط في 2 شوال، شوال ابيض وشوال عليه البيانات بتاعة العميل. ده دول 2 شوالين جوه بعض، ابيض اهو. الخارجي طبعا هو اللي بيبقى عليه البيانات بتاعة العميل وبيانات المورد، وال فلفل اسود حصى درجة اولى، ده اللوجو بتاع الشركة المستوردة، بلاك بيبر دي 1 الجودة بتاعته الدرجة الاولى، الاوريجين المنشأ بتاعها البرازيل، والتاريخ الانتاج 20/20/2020، والصلاحية مدة سنتين لحد 2022، واسم المستورد وعنوانه والتليفون بتاعه، وهنا المنتج والمصدر شركة فالكون كوميكس للأغذية والأعمال الزراعية المحدود، وعنواننا في البرازيل، ورقم التشغيلة والكود والمرحلة الإنتاجية هو معامل جزئية، يستخدم حصى أو بالطحن ويحفظ في مكان جاف وجيد للتهوية، الوزن الصافي 50 كيلو جرام زي ما حضرتك شايف. دلوقتي هتشوفوا الفني في المصنع وهو جاي بقى محمل بعد ما اتوزن الميزان المظبوط 50 كيلو جرام وزن صافي. بعد طرح الوزن بتاع الاكياس بنبدا نحملها بقى نرصها. يسعدنا طبعا ان احنا نرد على اي استفسارات او طلبات من حضراتكم السادة المستوردين في جميع انحاء الوطن العربي او حتى في اي مكان في العالم، بالمواصفات وبالطلب اللي حضراتكم محتاجينه بالنسبة للفلفل الاسود من البرازيل. دلوقتي احنا خلصنا عملية التعبئة لكامل الحاوية كلها بتاعت الفلفل، وبنجهزها دلوقتي لعملية المكافحة. هنبدأ نعمل الفوميجيشن علشان لمدة 24 ساعة لمكافحة الأفات والحشرات، علشان وهي في البحر بتاخد حوالي من 45 يوم لحوالي 50 يوم، لازم تبقى ما تقبلش ان هي يجي عليها حشرات او قوارض او حاجة زي كده، بحيث انها توصل الشحنة بالكامل في امان وسلام وكل حاجة مظبوطة 100%. دلوقتي عدى ال 24 ساعة بتوع التبخير او الفوميجيشن لمكافحة الافات والقوارض. البضاعة دلوقتي جاهزة انها ان شاء الله تحمل في الكونتينر. دلوقتي تم وصول الكونتينر وان شاء الله هنبدأ عملية التحميل دلوقتي. دلوقتي انا جوه الحاويه اهو، بنبدا عمليه التبطين بتاعه الحاويه عشان ما يخشش رطوبه او اي حاجه للفلفل.
دلوقتي تم عملية تبطين الكونتينر بالكامل الأجناب بتاعته، وحطينا السيليكا اللي بتحافظ على نسبة الرطوبة الموجودة جوه الفلفل. دلوقتي احنا بدأنا عملية التحميل للكونتينر. وزي ما احنا شايفين دلوقتي عملية التحميل خلاص قربت على نهايتها. احنا خلصنا كده كل التحميل للكونتينر بالكامل، بنحاول نغطيه بالكامل، وبعد كده نقفل بقى الكونتينر، نتوكل على الله يوصل بقى مصر بإذن الله بسلام.